السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة فيديو جديد من قناة أبو غزالة. أول حاجة عايزين لايك كومنت سبسكرايب وتفعل الجرس عشان يوصل لك كل جديد. النهاردة فيديو كده هنعمل مراجعة عن تليفون أوبو A94. يلا ندخل في الفيديو على طول. بص، أول حاجة أنا طلبت التليفون ده من بيتك. هو التليفون يعني لحد دلوقتي أنا قلت أفتحه معاكم أنتوا، تمام كده؟ تليفون يعني يلا نخش نشوفه على طول. اول حاجه بس كده، انا كل الفيديوهات اللي بشوفها على طول تبقى عن تريد لاين. الناس بتفتح علبه الايفون 11 و12 و13 و14 وهنوصل مع بعض لل 20. فاحنا قلنا بقى نجرب الاوبو، فقلنا هنفتح. بصوا دي بقى بطريقه احنا كاننا بنفتح الايفون، فاحنا بنفتح اوبو. تمام، السلام. طبعا هما جايبين لنا معاها جراب، طبعا الاهتمام بيتطلب عادي في شركة اوبو، فهم جايبين لنا جراب. فاحنا نشوف بس الجراب شكله عامل ازاي. هو طبعا جراب ازاز يعني زي ما بيعملوها في كل التليفونات، يعني ما بيغيروش. تمام، جراب بلاستيك شكله معفن، مش اي حاجة. تليفون اهم حاجة في الموضوع بتاعنا، التليفون. تمام، بس شايف بس بيتفتح ازاي ده، ولا منين بيودي على فين. زي ما انتوا شايفين حاجة عظمة، تليفون اوبو. شوف شكله عامل ازاي، يعني حاجة تمام مية مية. ده الباركود بتاعهم هنا. شوية بقى حاجات كده في البتاع كده في العلبة، شوية ورق ملوش لازمة، مش عارف بيحطولنا، مش عارف. بسم الله ما شاء الله، يعني كل دي رش شاحن، يعني مش عارف. والحاجات بقى، هو جاي معايا الشاحن بتاعه، شاحن. دي كل الحاجات اللي في العلبة، والسماعة هنشوفها. مش عارف المكان اتزحم خالص. استنى بس ايه، ناخد العلب والحاجات دي كده كلها تاني، نرجعها العلبة ونسيب دي هنا ونحط دي هنا، ونجيب دول كده على جنب، ونسيب قدامنا الجراب. تمام، نسيب قدامنا الجراب والشاحن، الشاحن بتاعنا. تمام كده اهو، والسماعات كله ايه، ازلط ازلط ازلط، كلها حاجات جديدة. شايف هي جاية بايظة ولا ايه؟ ما علينا، خلينا احنا في التليفون. اهم حاجة نفتح بس التليفون كده قدامكو. افتح يا عم. لا ما تخضنيش، اهو قدامكو اوبو A94. يعني شايفه حاجة محترمة جدا، المواصفات بتاعته. او انا شفت الحاجات اللي من على العلبة، يعني هو تقريبا كده تقريبا المواصفات بتاعته ايه، هم 4300 ملي امبير البطارية، 8 جيجا رام، دي الرامات بتاعته 128 جيجا ذاكرة. يعني حاجة من الاخر عظمة في عظمة، التليفون الصراحة من الاخر. لا تليفون شكله عظمة، كل حاجة في عظمة. لا حاجة نظيفة جدا. دي كانت مراجعة الفيديو بتاعنا النهاردة. ونستنى بس نحط في الجراب بتاعه. طبعا الجراب ده جايبينه عشان لو عايز تحط صورتك، مش عارف ايه حاجة كده تفاهات. جاي مع الشاحن بتاعه، وصلة أصلية، حاجة نظيفة محترمة الصراحة، بيدعم الشحن السريع. يعني انا شايفه تليفون بالفئة العمرية بتاعته، يعني هو حاجة شبيهة الفلاجشيب، زي تليفونات كتيرة غالية قوي ده سعره عامل في سكة 5000 جنيه. فهو زي ما بيقولوا فلاجشيب، حاجة محترمة
زي السامسونج وزي تليفونات كتيرة موجودة في السوق. بس نظبط السماعة بتاعته بس خلاص. يعني انا شايفها حتى كمان ماتيريال بتاعها نضيف محترم. بس ده كان الفيديو بتاعنا النهاردة، مراجعة التليفون اوبو A94. تنسوش بس اهم حاجة بقى تعملوا لايك كومنت سبسكرايب، وتنزلوا تشتركوا في القناة وتفعلوا جرس التنبيهات عشان يوصلكم كل الفيديوهات الجديدة، وتنزلوا تتفرجوا على كل الفيديوهات اللي فاتت والفيديوهات اللي جاية، واستنوني في فيديوهات تانية كتير. يلا مع السلامة.